بالنسبة ل لو خطيبي فسخ الخطوبة قبل الفرح بشهر، فسألنا في حكم ذهب الشبكة، قالوا إنه من حق العريس إلا لو في ضرر مادي. فطبعا أنا خلصت مطبخي ودفعت له 80,000، وكنت حجزت شوية حاجات لزوم الفرح زي الفستان على حسابي لحد ما هو كان يرجع من سفره ويحاسبني. فما الحكم في الماديات اللي اندفعت وجزاكم الله خيرا؟ الخطبة هي وعد بالزواج وحسب، وما عليه الإفتاء والقضاء، ما عليه الإفتاء والقضاء. لما أقول ما عليه الإفتاء والقضاء، يعني لو طبعا في مصرنا في بلدنا العزيز عند فسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج والعقد، إنه بيرجع للخاطب كل حاجة قدمها لمخطوبته من مهر، ومن المهر ما قدم لها من الشبكة، لأن العرف جرى في بلادنا على اعتبار إن الشبكة إيه؟ جزء من المهر. وله أيضا أن يعود إليه كل ما قدمه إلى مخطوبته من هدايا إن كانت أعيانها باقية، أما الهدايا الهالكة أو المستهلكة فليست من حق الرجوع بشيء من. يعني إيه؟ وده طبعا على مذهب السادة الأحناف، يعني القانون واخد بمذهب الأحناف. فلما نقول إفتاء وقضاء، قضاء يعني لو رفعت الأمر للمحكمة رفعته للمحكمة، وهو رفع المحكمة هياخد حقه بنص القانون، لأنه اختيار القانون الفقهي كان مذهب الأحناف. الهدايا اللي الهالكة يعني مثلا جاب لكم تورته، جاب لكم حاجة حلوة وكلتوها، خلاص ملوش حق يطالبكم بيها، انتهى. جاب لك بارفان أو حاجة وأنت استعملتيه وانتهى، خلاص لا، الحاجات دي لسه باقية، حاجات موجودة ترجع له. أما الحاجات اللي استهلكت وانتهت خلاص ما ترجعلوش، ولو رفع أمره للقضاء هياخد حاجته. بننصح بإيه في الحالة دي؟ بانه احنا دايما نتعامل بالحسنى فيما بيننا. والقاعده القرانيه الشهيره اللي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى هي صحيح جايه لها سياق وارده فيه، لكن نستانس بها في كل سياق في نوع من انواع التنازع، ولا تنسوا الفضل بينكم. وبالتالي في الشبكه من حق الخاطب في هذه الحاله، واللي حضرتك قمتي بتجهيزه للزواج هو باقي لك في ملك، يعني باقي لك فيما تملكين، يعني ده حاجتك وباقي ليك للمستقبل. وبإذن الله تعالى سيخلف الله عليك خيرا، وصدق الله حينما علمنا وقال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.